الشوط الثاني حاملا درع ضوء للقعدان على أرضية ميدان دستور من هذا الميدان المبارك إن شاء الله ميدان المرموم لسباق الهجن العربية الأصيلة يحمل 33 اسما مشاركا. نتمنى التوفيق للجميع. الميدان يرحب بجميع ضيوفه الكرام الذين جاءوا من دول مجلس التعاون، ضيوفنا من المملكة العربية السعودية الشقيقة ومن سلطنة عمان الشقيقة ومن دولة قطر الشقيقة، وإن وجد ضيوفنا الأعزاء من دولة الكويت والبحرين الشقيقتين. هكذا إذا المشاهدين الكرام مع مقدمة هذا الشوط حامل درع ضوء لسن الجعدان نرى شاهين لعلي بن راشد بن مفتاح الشامسي يقود هذا الشوط قيادة موفقة منذ البداية، بينما المركز الثاني يأتي دور الغواص تعود ملكيته لعبد الله بن خليفة بن محمد بن مرار. النقلة التالية على المركز الثالث، دور المركز الثالث ريمان لأحمد بن خليفة بن زهر الخيالي. الدور على المركز رقم أربعة وهو خير لسيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير، انتقل للمركز الثالث انتقالة ممتازة، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر شعار غصاب مصبح بالراع الطير العامري من خلال الشعار لم يتبين لنا الرقم، لكن ننتقل إلى المركز الخامس مشاهدين الكرام لنرى ريمان للسيد أحمد بن خليفة بن زهر الخيالي. والمركز السادس، المركز السادس نحن نستطيع ونبحث عن أخذ أكبر قدر من المراكز المتقدم. المركز السادس يأتي الزعيم للسيد محمد بن أحمد بن خلفان بالهول الفلاسي. وفي المركز السابع اللي هو مرحب للسيد مطر بن حمد بن مبارك المهيري، بينما المركز الثامن المركز الثامن وين دوروا على الثامن الثامن شاهين لحمد بن مخيط النوبي العامري. المركز التاسع يأتي دور الأسد السلطان بن حميد بن سالم العمري، بينما من سلطنة عمان الشقيقة مرحبا بضيفنا بن السلطنة. والمركز العاشر مرموق لراشد بن مطر بن لاحج الهاجري، أحد الشعارات المهمة في صباح مهرجان ضو ينتظر درعها الثاني للصعوب القعدان الحقايق. يا سلام يا سلام، 3 كيلومترات راح منها 1500 تقريبا، نحن الآن في المنتصف يا سلام يا سلام، كيلومتر واحد فقط لا غير، كيلومتر واحد فقط لا غير. والماهر لسعيد بن غصاب الناهر سعيد بن غصاب مصبح راعي الطير العامري مسيطرا. الناهر ينهر الجميع عن مقدمة هذا الشوط مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الثاني الملاحقة من خير لسالم بن راشد بن غدير الاجتبي اللي في المركز الثاني. ويلا صباح الخير ان شاء الله للجميع وعلى الجميع مشاهدينا الكرام وعلى الهواء مباشرة عبر قناة دبي ريسنج. المركز الثالث يتدخل في هذه اللحظات مرحب مطر بن حمد بن مبارك المهيري، بينما المركز الرابع شعار شاهين لحمد بن مخيط بن نوبي العامري. وخامس المراكز سراب للسيد راكان بن محمد بن سعيد بن العمري من سلطنة عمان الشقيقة. 400 متر على خط النهاية والدرع لمين؟ الدرع لمين الدرع؟ التغيير والضغط والمعركة طاحنة. الله، سراب يتسرب على مقدمة هذا الشوط، يعلن سراب التحدي، يعلن البحث عن اسم ضو وتاريخها ودرعها المقدم ومكرمة سيدي سمو الشيخ حمدان في هذا المهرجان، مهرجان غني عن التعريف. سيدي راعي المكارم، راعي العطايا والسخايا ابو راشد، الله يحفظك ويطول عمرك. يا سلام يا سلام، سراب ركام محمد بن سعيد بن عمري من سلطنة عمان الشقيقة. المركز الثاني مرحب مطر بن حمد بن مبارك المهيري. سراب يصمد وينتزع الدرع. تهانينا على فوز سراب مشاهدينا الاعزاء، سيد راكان بن محمد بن سعيد العمري من سلطنة عمان الشقيقة، بينما المركز الثاني مرحب مطر بن حمد بن مبارك المهيري. المركز الثالث الناهر لسعيد بن غصاب مصبح راعي الطيرة العامري. المركز الرابع الخير السيد سالم بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي. والمركز الخامس
الخامس شاهين حمد بن بخيت بن نوبي العامري. هذه نتيجتنا مشاهدينا الكرام لشوط الدرع الخاص بالصعوب لأبناء الخليج اللي قدم لهم هذه الهدية سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم ولي عهد دبي حفظه الله راعي الأصايل ومالك ضوء حاصدة السيوف والمكرمة بأمر عزلها في الموسم الماضي من خلال فوزها بسيف الإمارات المكرمة بعزلها للإنتاج. نرى ونتابع ونحن الآن بانتظار عودة اللقطات المعادة للتوقيت الزمني للي فازوا بالمراكز الثلاثة الأولى. هذا هو مشاهدينا الكرام سراب لسيد راكان بن محمد بن سعيد العمري بينما المركز الرابع هو التوقيت 4:39 سبع أجزاء من الثانية توقيته وهو من فاز وخطف الدرع بالمركز الأول. تهاني للسيد راكان بن محمد بن سعيد العمري من سلطنة عمان الشقيقة. المركز الثاني خطفه مرحب ويا مرحبا بك يا مرحب مطر بن حمد بن مبارك المهيري مشاهدينا الأعزاء. والتوقيت 4:39 وسبع أجزاء من الثانية بينما المركز الثالث الناهر هو من حصد المركز الثالث للسيد سعيد بن غصاب رعي الطيره العامري 4:40 بالوفاء والتمام مشاهدينا الكرام. هكذا كانت نتيجة شوط الصعوب للقعدان لأخواني أبناء القبائل وهذه الجائزة السيارة إضافة إلى الدرع القوي والقيم اللي قدم باسم ضوء. وفي هذه اللحظات